معنا في الحوز عندنا استغلالية النفود. كيفاش عهدوا بالله يعقل تمشي 16 ملاير و 600 فوس لواد؟ واش حنا شايط عندنا مال عام؟ إلا خرج المشروع 150 مليون كاش دوائر 100 وكاشين على 150 ديك 50 شكون اللي كيديها؟ راه كتديوها انتوما. وعهدوا بالله واش ما كتمشيوش لوريكا؟ وراه ما بقاش شي واحد غادي يجيو عندنا لهاد الجوهره اللي درنا ليها هاد العهد. ها هي الزنزانة وقعات، الناس كاملين مستافدين، شكون اللي ما مستافدش؟ هادوك اللي ما عندهم شكون اللي مستافد؟ هادوك اللي عندهم. ريحة الرشوة عاطية، ريحة الرشوة عاطية. حنا كنعانيو من داكشي اللي عاطي لينا الدستور وعاطينا سيدنا. واش ناقل المدرسة عوضوا بالله جوج كيلومتر ب 70 درهم فين كاينة؟ ولكن اليوم وصلت بنا العظم، صافي حنا راه تقهرنا، لا إله إلا الله. السلام عليكم. بصفتي كمناضل وطني وملكي باقليم الحوز جينا اليوم لقدام البرلمان وكنطلبوا بالاسقاط ديال هاد الفاسدين اللي جايبين دابا واحد المشروع ديال 16 ملاير و 600 باش يكون في الواد، وفايت عندنا واحد المشروع بحال هذا نيت في 2014 وداه الواد. شكون اللي كيتحمل هذه المسؤوليه ديال هذا البناء العشوائي؟ وانا كمواطن مغربي اللي كنتواجد في جامعه استيفان اللي هي جوهره الحوز، شنو نديروها بهذا التلوث ديال البيئه اللي شتو نتوما باش ديروا لنا هذا المشروع في وسط الواد؟ كيفاش عهدوا بالله يعقل تمشي 16 ملاير و 600 في وسط الواد؟ واش حنا شايط عندنا مال عام؟ واش حنا شايط عندنا مال عام؟ هذا راه المواطن اللي كيركب في لابيلونس ديال الدوله ب 100 درهم، وهذا راه المواطن اللي كيركب ولادو ب 70 درهم في الطناقه المدرسي، وحنا راه كنجعانيو في هذه الجامعه توريكا. اصلا كان المشروع ديالهم في 2014 اللي تعرضنا عليه دابا اللي تمشات فيه بريده المغرب والدكاكين ديال اصحاب الاسواق الاسبوعيه، وعاود ثاني جايبين هذا المشروع اللي ديال واد الحر باش يحطوه لينا في وسط الواد. وعوضوا بالله واش ما كتمشيوش لوريكا؟ وراه ما بقاش شي واحد غادي يجيو عندنا لهاد الجوهره اللي درنا ليها هاد العهد. كيفاش غادي نجيو ليها؟ كيفاش؟ وانت شتي المشروع ديال 16 ملاير و 600 باش تحطو في وسط الواد. شكون اللي كيتحمل هاد وهاد الواد هو اللي داز في 95 والناس كيعرفوا التاريخ ديالو كاملين مزيان. تجي انت يا 16 ملاير و 600 تحطها في الواد. بغينا نعرفوا شكون اللي كيتحمل المسؤوليه. وهنا حنا في الحوز عندنا استغلاليه النفوذ. ما معنى استغلاليه النفوذ؟ شكون اللي خدام عندنا حنا مازال في اقليم الحوز؟ تفوت الدرك الملكي، حتى واحد ما خدامش. دير شي حاجه يشدوك، دار شي واحد شي حاجه يجيبوه، تفوت وما كانش شي واحد من العامل حتى لتحت، وكنتحمل المسؤوليه ديالو بانني في وعي كامل واشهد على ما اقول. ارى خصينا بينا نبني الوطن، نبني الانسان، ارى انا مناضل وكنشد عليا العالم بلي كنحب بلادي، وإلا جابت هاد الظروف راه ما نخلي فيها الشبر غادي نمشي نموت على قبلها. ولكن اليوم وصلت بنا العظم ملي كنشوفوا الناخبين والسياسيين كيستغلوا النفوذ. شكون اللي غادي يتحمل هذه المسؤوليه؟ شكون؟ وحنا راه كنعانيو بزاف، كنطلبوا باللجنه تجي عندنا هي اللي غادي تقرر بعينيها. الا شايط المال العام عندنا حنا باش نحطوا 16 ملاير و 600 في الواد، راه عندنا حنا الجبال محتاجينو، محتاجين الجبال. هذا الدعم اللي كتجي انا راه انا جاي من الطريق وكاين اللي جاي منه. هذا راه المواطن قلت لك اللي كيركب في لابيلونس ديال الدوله ب 100 درهم. وعلاش علاش هادو ديال الجماعه دايرين اربعه الطوموبيلات كيتمشاو فيهم المازوط على حساب الدوله، هم اللي كيبيز المواطن كيقول لك 100 درهم. هي هاد المحروقات غاليه غير على المواطن. علاش هاد الطوموبيلات ما كيعرفوش لا نهار السبت لا الحد لا العشيه لا الصباح باش يركبوا هو في الطوموبيل، والمواطن اللي ما عنده شيء يمشي يخلص 100 درهم؟ والناقل المدرسي عوضوا بالله راه انا راه قرينا حتى شبنا. واش ناقل المدرسي عوضوا بالله جوج كيلومتر ب 70 درهم فين كاينه؟ اجي نتحاسبوا انا وياه. جوج كيلومتر ب 70 درهم، جوج كيلومتر ب 70 درهم. كيفاش اليوم حنا كنعيشوا في واحد الا بقينا على هذا الحال راه هذا الوطن راه مشى. حيت الا بدا كينوضوا الا بداو المناضلين كينوضوا لكم راه هذا الشيء راه في هذا القياس ديالو. وحنا كنتوجهوا اليوم في الامام البرلمان حيت كتبنا للسيد السيد الممثل الملك بالاقليم الحوز ما دار لنا شيء على قبل الزنزال.
ها هي الزلزال وقع عاد الناس كاملين مستافدين. شكون اللي ما مستافدش؟ هذوك اللي ما عندهم شكون اللي مستافد؟ هذوك اللي عندهم واش شي كتحمل المسؤوليه ديالو؟ عطيوني الجنه من هنا وتمشي معاه وتشوف بعينيها. حنا راه عندنا استغلال النفوذ، لاستغلال النفوذ. المواطن ما بقاتش عنده الكرامه ديالو، هادو كيحقدونا على الوطن، هادو كيحقدونا على الوطن ديالنا. بغينا دابا شي محاسبه اللي غادي تحاسب لينا هاد الناس اللي جايبين 6 المناير و600 باش يحطوها لينا في الواد ويحطوا فيه واحد المشروع اللي هو تلوثي. وفين؟ في جوهره الاطلس اوريكا. عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار. واه لا حوس بصافي ثاني، اما راه المواطن راه تكلى فيه، راه يرد الدرك الملكي هو اللي كيكال علينا، راه صافي راه الدرك الملكي هو اللي كيكال علينا مازال، اما راه شي واحد ما خدامش وتقول من العامل ها هو المشروع دابا جاي. علاش بغاو يحطوه في وسط الواد؟ حيت تما كيف ما قلت في الفيديو السابق ريحه الرشوه عاتيه، ريحه الرشوه عاتيه عندنا في اقليم الحاوز. المقاول الى خرج، الى خرج المشروع 150 مليون كاش دوائر 100 وكاشين على 150، ديك 50 شكون اللي كيديها؟ راه كتديوها انتوما اللي بغيتي تحميونا. وشكون هذا المشروع اللي بغيتي تحط انت دابا في وسط الواد في 2014؟ داك ثلاثة المشاريع اللي داهم شكون اللي غادي يتحمل المسؤولية؟ نحطوا مشروع آخر في الواد وديال 95، واد أوريكا راه معروف وكنعانيو من حاجة ثانية. هادي الدراري اللي صافطوني تقريبا 60 ميساج من عمالة إقليم الحاوز ومن هنا لقدام، إلا ما درتوش معاهم الحل غتلقاهم أمام البرنامج اللي كيطلبوا بالجامعة، بالجامعة في الإقليم الحاوز اللي ما فيها ولو جامعة وحدة. فين هو الدور ديالكم انتم كسياسيين؟ فين هو؟ صافي حنا راه تقهرنا لا اله الا الله ملي كتشوف الناخبين والسياسيين كيستعملوا الاستغلال النفوذ، وكتشوف الملك العام كتحط في وسط الواد باش يمشي، شكون اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديالو؟ صافي حنا راه عيينا. هذا راه اخر ميساج، وداك الشيء اللي غادي يجي لهذا الامام البرنامج راه اكثر من هذا الشيء اللي جا اليوم، حيت بيناتهم تلاميذ وكنعانيو من حاجه ثانيه اللي هي الصحه. حنا كنعانيو من داك الشيء اللي عاطي لنا الدستور وعاطينا سيدنا. الحسين بوريمي عن جمعيه المجتمع المدني باوريكا. لالا جينا لهنا للعاصمه باش نطالبوا بالحقوق ديالنا على اساس واحد المشروع اللي كيدعيو الناس المسؤولين في الجماعه ديالنا باش يديروا واحد المحطه ديال التصفيه المياه العديمه. هي طبعا عباره عن واحد الصهاريج اللي هما كبار وغادي يحطوا لنا هاد الصهاريج في القلب النابض ديال اوريكا محاديه للمستوصف دار الامومه. والاشاره هذا المكان اللي غادي يدار فيه هذا المشروع اللي كيتزعموا بانه بمواصفات دوليه كان ديجا دارت فيه دار الشباب ودار فيه المستوصف ومحادي للسوق الاسبوعي ووسط خمسه ولا سته ديال الدواوير. بالتالي هذا المشروع حنا ماشي كنرفضوه كمشروع وانما كنرفضوا المنطقه اللي غادي يدار فيها. وكنطلبوا هاد الناس هادو اللي مسؤولين اي شخص مسؤول على 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 هذا المشروع كيف ما كان النوع ديالو يكون كبير ولا صغير، حنا كنطلبوه باش هذا المشروع يحيدوا لنا حيد فيه الضرر ديال المنطقه. وكيف ما كتعرفوا منطقه اوريكا هي واحد المنطقه اللي هي سياحيه ومعروفه على الصعيد الوطني، حنا ما بغيناش نقيسوها بشي حاجه اللي غادي تبعد علينا السياح المغاربه والاجانب. حنا كنرحبوا باي واحد كيف ما كان النوع ديالو وكنزيدوا ناكدوا وكنطالبوا بواحد بكل ما بكل باي مسؤول يتحاسب كيف ما غيكون النوع ديالو، لان هذا الشيء اللي وقع لنا في المنطقه ديالنا بزاف. تصوري معايا واحد 40 سنه ديال الحكم في اوريكا، كيطلع هذا كينزل هذا كيطلع هذا، لاعبين بحال ميسي رونالدو اللي جا كيديبلاسي الاخر وما كاين حتى حاجه. هذا الشيء بزاف بزاف الصراحه. وشكرا للمنبر ديالكم، شكرا بزاف.